عنجد ميرسي. هل انا بتفهمي ماجي على اللي قال سيرين عبد النور انه هي طلعت هبله لانه قبلت هيدا الدور باعتبار يعني لمحتي لانه زوجك اشتغل هيدا المشروع المسلسل كله لصالحك وانه عابد فهد مندق فيه بس هي لعبت بطولة تانية؟ هل بتوافق على هيدا الكلام؟ اذا مش لا اكيد ما بوافق على هذا الكلام. يعني العمل كامل وادوار بطوله وسيرين لعبت دور حلو ابدا المسلسل ما انعمل كرمالي. انا عنصر كتير 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 صغير من هالعمل الكبير المكتمل عناصره يعني من مخرج لكاتب ل انا بصراحه ما بوافق على هذا الراي بس احترم رايها. هي بتقيم دورها وبتقيم يمكن نتيجة الدور وهي بتقيمه. أنا بقدر أحكي عن دوري، أنا ما بقدر أحكي عن دورها. ماجي بتعتقدي ماجي قبل ما تحكي عن دورك لأنه نحن نحكي عن كيف بتلعبي بس برأيك تسمح لي سارة تفضلي أكيد عم حركش بيتك كرمالك ولا هو إيه تفضلي. بتعتقدي إنه سيرين ليه قالت إنه هي هبلة قبلت بهذا الدور؟ وسألوها ليه أنت ما قريتي؟ قالت لا هي فعلا بالمؤتمر الصحفي قالت أنا مضيت بدون ما أقرأ. ألو 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 يا ماجي. إيه معنا ماجي. هي قالت إنه قريت أربع حلقات على هذا الأساس إبليس. هي قالت أنا هبلة ما بعرف على أي أساس. يمكن قالت إنه بحبح للمصريات طبعا هيدا حقها وصحتين على قلبها وحقها بس ماجي في كتير تلطيش يعني في كتير شيء من الإهانة لشخصكم ولمؤسستكم انه بحبحتوا للمصريات لحتى يعني لانه هي ستار نمبر 1 لحتى توقفي انت حدا وكانه مع انه ما نشوفكم ولا بمشهد سوا بس اني anyway لتكونوا بالعمل مع بعضكم. انت شو جوابك او ما شفتي هيك؟ لا انا ما بشوف هيك. ما كانت ابدا ما كان الهدف انه نبحبح للمصريات لحتى تكون حدي. وما بعرف قديش يعني هي عم انه بالنسبه للمصريات الدنيا عرض وطلب يمكن اخذت حقها وشي وافقت عليه الشركه. يعني ما بدنا نفوت بهالموضوع بس ابدا مش كرمال يمكن انا اكون حدا. كمان في نجوم كثير انا بفتخر اني اوقف حدا وكثير فخوره اني وقفت بين نجوم كتار بالعمل قدام عابد فهد قدام تقلى شمعون قدام ظفر عابدين قدام ديما قندلفت. يعني في كمان العمل بدون نجوم كتار اكيد. طب ماجي سالنا احنا ريم حنا اذا اضطرت انه هي تغير شويه من الحلقات تكبر من حجم الدور تدلعها شويه في النص اذا كان هذا هو الشيء اللي ضايقها بس هي قالت انه ولا شيء من هذا الشيء صار. ابدا ولا شيء من هذا الشيء صار واكيد هي طبعا خلال التصوير كانت موافقه على الدور وعلى حجم الدور وعلى كل شيء. يمكن لو ما كانت موافقه كانت وقفت التصوير او طلبت يتعدل الدور. ما صار اضافات لدوري ما صار تعديل على دوره. امانه ريم حنا بكتابتها للنص وصلها المخرج بكل امانه. فاي حكي ثاني انا باكد لك تاكيد قاطع انه هذا الشيء مش مزبوط. بس انتوا علقانين يا ماجي او بدها تعلقكم؟ انا لا انا ما بدي اعلق. شوف بدي اقول لك شغله عن مدام نضال. انت عم تقول بدها تعلقكم مدام نضال. انا عم تلفن تقول لك اللي ما بيعرفها بيجهلها. مدام نضال حدا مصلح ما بيخانق. انا من تجربتي معها انا بنت المهنه ممثله صار لي 20 سنه او 21 سنه انا بالدومين طبعا يعني ماني بنت امبارح. From the day one مدام نضال هي شخص انا بستشيره بلجأ له. بتهديني ما بتفورني بتقلي لا هون روقي وهون لمصلحتي. هي بتعرف انا يمكن من اي باك جراوند جايه ومن اي عائله جايه. عندها طيبه مش طبيعيه بستمتع اني اقعد معها بس اقعد معها بروق 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 برتاح. بس حس شخص عنده هالقدره وهالمكانه وهالبوزيشن وهالباور تبعها. أنا اكتشفت هذا الشيء هذا من لطفك حياتي. أنا كنت عم بحاول أعمل نكتي بس أنا بالحقيقة كنت جمع القلوب على بعضها يعني اسمع من الطرفين. وفي مرة يعني وانبسطت كثير لما سيرين اتصلت فيي وقالت لي إنه راحت لعندك قبل الإفطار بيومين قبل الإفطار اللي عملتوه.
فانا بفرح وقت بتعرفي كيف تصرفت بالافطار عندكم، بس عم بنكت يعني بدي اخلفكم ببعضكم لنطلع بموضوعك يا ماجي. ماجي شكرا جدا لك وكل عام وانت بالف خير ورحله موفقه توصلي بالسلامه ومن نجاح لاخر ان شاء الله. وعتهربي من امريكا بعتي لي واتساب فويس مسج. ماجي حدا كثير طيب وسيرين كمان، بس سيرين ما تبرح حالها انه بس انسلم. هلا عرفنا انه شو الخلاف، اذا في كان خلاف بين ماجي وسيرين، انت شو خلافك مع سيرين؟ انا؟ ايه ما في شيء، بس ما سلمت عليك بالافطار اللي كان. ايه كيف 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 عرفت انه ما سلمت علي؟ ما عرفت، احنا بنعرف كل شيء. انتو الجرس؟ انه ايه عم نكون حلفاء للجرس. ايه ما سلمت علي، هلا هي قالت انه ما شافتني. مع انه انا يعني طلعتي قليله وبس البلال بعمل ضجه ما بعرف ليه. عندي قبول، عندي طله يعني. كل العالم بتشوف. بس انه انا حاولت احكيها شي ثلاث اربع مرات بس كانت هي قالت ما انتبهت. ما ترد علي. بعدين اكدت لها انه انا يعني حاولت ما بعرف عم بحكي اسرار شخصيه بيني وبينها، بس اتاكد اكيد انه انا بحب سيرين عبد النور وما في مشكله معها ابدا. بس اكتشفت شيء بعتبس فيه لحالي. طيب انه بتحسي انه انت يمكن اقرب وحده للنجوم والنجمات وشفتيهم قبل ما يكبروا، لما كبروا لما صاروا كبار بيكبر راسهم بسرعه بيتغيروا. انا من السنه الماضيه او قبل سنه ونص قلت سيرين نجمه اولى اي بلس، بس تلك ماشي على الارض. هي حتى قد ما خافت من اللي حكيته عنها قعدت نطرت بالضبط كيف قلته، بعدين تلفنت لي قالت لي ميرسي حكيت حلو. هلا بلا انت بحاجه تقلع وتمشي على الارض. بحق لها، حلوه ونجمه كلنا بحق لنا، انت بحق لها، كلنا بحق لنا. بس هي من شو زعلانه يعني؟ نجحت ونجحت كثير. ما بعرف انا نفسيتي كيف. طب سارة لابسه شوز بس ما بتطير. ما في اعلى من هيك. ما في اعلى من هيك يعني. بس سارة ما تغيرتي على ناس المحبينك، على ناسك، على اللي كانوا معك اول ما بلشتي؟ لا يعني شوي. هلا هو انسان بالنتيجه يمكن لطش، يمكن انه هلا انا بحس انه واحد يمكن مرات يمكن بحس حاله انه بحق له باشياء اكثر، يمكن بيستحق اشياء اكثر. بس سيرين انسانه طيبه يعني. اي بعرف. يعني منا انسانه مش قريبه من الناس لا او لا. بالعكس يعني. فبحس يمكن هي قصدها انه يمكن كانت تستحق اكثر من هيك، يمكن شافت ادوارها لقبل يمكن كانت اخذي حقها اكثر من يمكن بهيدا. بس هي هلا انا ما حضرت ما بعرف. هي قريت النص. ايه انا ما قريت العقد. هلا هي يمكن وعدلت بالعقد خلال تصوير العمل والا بيوقف أنا العمل. انا عم بحكي هي انا بفهمها يمكن لانه انا يمكن اذا كنت مطرحها مثلا بغنيه تنقول عم نغني تريو او عم نغني كذا حدا، يمكن مرات بحس انه لا انه انا بدي غني بهيدا المقطع بطالب. عرفت علي؟ من منطلق انه انا شو بستحق. يمكن هي شافت مقارنة يمكن باللي اشتغلته قبل، حست انه كان لازم ينعطى لها مجال اكثر انه يعني عرفت في كثير اشياء بتتفسر بطريقة غلط يعني. طيب اوكي تنفهم. يلا 24 قيراط هيك سكرناه ب 24 قيراط. اي طريق شيرين كيف لقيتي لي اياه؟ لا عمل يعني شيرين فنانة رائعة و انا بحبها كثير لشيرين. ايه بدل ما احكي عن العمل بحب صوتها كثير كثير كثير. ما في معرفة شخصية معه بس بدوب لما بسمع. هلا هي بيروت و ما قدرت تابعه كثير لانه يعني هو على النهار كان عم ينعرض صح ولا وين؟ انا بشوف على اليوتيوب كان على ما كثير يعني تابعت، بس انه هي كفنانة انا بحبها كثير. ممكن بعدين ارجع تابعه للمسلسل اكيد. طيب تعالى شمعون لما كانت معنا قالت انه شيرين نجحت لانه تخلت عن عقده النجوم. هلا لانه تقلى بدها تضرب مريم فارس قالت هيك.
اوكي لانه دغري عندها الحاجه لا 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 يعني انه انا محضرتهم اكيد اكيد هي مش محضرتهم هن جاهزين نوتات مايسترو تعزف نوتات لا ولا انا حكيت مع بترقص النوتات بترقص النوتات هلا هي قالت بسياق احدى المقابلات مع بسياق الحديث عن مريم فارس بمسلسل اللي كثير نجح اتهام قالت انه على الفنان انه المغني لما بده يفوت على التمثيل يقلع كل الاكسسوارات وما يفوت البادي جاردية معه على البلاتو فاجا هذا الحديث بسياق الحكي عن مريم فارس بين عن مريم فارس لما اتصلت انه بتقصي مريم لا 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 بس انا شفت شيرين وشفوفة وشيرين هلا كل اللي عم تحكيه عن شيرين 100% صح بس انه لو ما كان في مريم فارس كنت هالقد انتبهتي لشيرين اوكي طيب ما حكيت عن تامر حسني مثلا ليه تامر لما يروح يمثل ينزل على التمثيل ببطل تامر الستار ايه مزبوط بينما عمرو دياب بدل الستار بلا يعني ما بيتنازل عن البروجكتور والاكسسوارز ترى لو بينعرض عليكي بتمثلي بعرف انه انا برر هي دائما على فكره قبل ما يصير في هيدي الموجه مذكره مدام نضال قبل ما يصير في هيدي الموجه مذكره كان في عمل كان في مشروع حكينا فيه ايه قبل ما يصير في هالموجه فنانات عم بيمثلوا هيك مزبوط وخفت وقتها كثير جيت لعندك قلت لك مزبوط كان دور مع ست لبلبة صح خبري كان في دور بس فيلم بفتكر بين القصة بتحكي عن مصر ولبنان دور مشترك وعرض عليها دور يعني ايه ودوري فنانة وكذا وهيك ورجعت شفتي شفتي طيب بما انه عم نحكي الفنانات اللي مثلوا المطربات اللي مثلوا او الفنانات هيفا نجحت بمريم؟ انا برايي هيفا كثير اشتغلت حلو طبعا عاملة شغل بياخذ العقل بس للاسف من الحلقة 11 وقف متابعة لانه ما بلشت القصة بالحلقة 11 يعني لو ما خالد النبا وهيفا عم يشتغلوا بالعمل يعني عم بتفرج عليهم على هالتحفتين وتخيل نقول عن هيفا مع خالد النبا مثل خالد النبوي عم تلعب صح. يعني كانت عم تلعب دورين منه سهل يعني هي لعبت كثير عن جد برافو 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 طيب